حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية السلوكيات الإسرائيلية الخطيرة التي تدفع بالمنطقة برمتها نحو الهاوية.